نعم سيد إبراهيم، إذن ننتقل إلى هذه التقدمات الجديدة. القوات المشتركة أعلنت تحرير قاعدة بئر مزة العسكري الذي يبعد 28 كيلومترا شمال كتم. هناك معارك تدور في منطقة تبعد 20 كيلومترا شمال الجنينة. هذا التقدم نحو هذه المناطق، الأول كانت فيما مضى كان الدفاع وضعية الدفاع في الفاشل، اليوم تقدمات نحو الجنينة، كيف تفسروا هذا اليوم؟ شوف، هو الحقيقة عشان نخط المشاهد في الحقيقة في الواقع، بئر مزة هي طبعا منطقة استراتيجية جدا، قوات الميليشيا كانت بتقاتل فيها قتال شديد جدا جدا، ومش بتقاتل لأنه من أجل الدعم السريع، لا بتقاتل من أجل مكون قبلي، لأنه هو الآن بطبيعة المنطقة منطقة طبعا فيها قبائل متداخلة، وهم منتمين كانوا للدعم السريع، والقوات المشتركة منتمين لقبائل تانية، وأصلا في تناحر في دارفور قابل بيناتهم. فأصبح الآن الهجوم على منطقة بئر مزة بعد ما تحرير من القوات المسلحة، أصبح الآن هجوم متبادل، لا زال متبادل. الآن بئر مزة فاضية، الآن بئر مزة تقريبا هي ذاتها في حد ذاتها الآن فاضية، لا في الجيش لا في بتاع القوات المشتركة، لكن الآن كل المداخل وكل المخارج اللي بتدخل على بئر مزة في منطقة بتاعت المسلح وغيرها في شمال دارفور الآن كلها تمتلك سيطرتها لدى القوات المشتركة. اما على المحور الثاني محور الجنينة، الان القوات في شكل بتاع في مرحله بتاع التنظيم، وجاتها كميه من العتاد وكميه من الـ من الـ من الـ من الجنود او المدد العسكري الان، وهم موجودين الان بيرتبوا اوضاعهم للدخول للجنينة، والجنينة اصبحت غاب قوسين او ادنى، لانه بعض المنطقه بتاع السربة وبعض ما حصل في المنطقه بتاع زمزم تحديدا والاسبوع الفات ونزح منها الناس، فاصبحت الان العمليات في مساله بتاع الترتيب فقط لانه سيطر على منطقه الجنينة ككل. لكن الانتقال الى الجنينة برايك كيف تكون سيناريوهات المواجهه هناك، وبالنظر الى تمركزات الميليشيا في الجنينة منذ فتره طويله؟ شوف، أول حاجة الجنينة طبعا هي منطقة بتاع تدخل سكاني كبير جدا جدا، وحصلت فيها مذبحة مات يعني قتل فيها أكثر من 15,000، الجنينة ما حولها قتل فيها أكثر من 15,000 من قبيلة المساليد، وقتل فيها الوالي ينتمي لقبيلة المساليد، والي خميس عبد الله بكر اللي ينتمي للطائر حجر، والطائر حجر نفسه هو الآن في الطرف الآخر في الطرف الآخر بتاع الميليشيا الآن مع الأسف يعني ما أدان حتى هي خميس عبد الله بكر. فالمساله الان اصبحت قبليه بحته جدا جدا، اصبحت بمعنى مكونات قبليه عربيه ومكونات قبليه افريقيه، والصراع شكله اصبح يتمدد لهذا الاطار، اصبح مساله وجود، كل واحد فيهم دار يثبت وجوده. فانا افتكر بانه الدم الايشو الاساسي بتاع المفروض يكون الحرب على جد، مفترض الان تحصل مساله بتاعت بقدر الامكان، انا اناشد المكونات القبليه بقدر الامكان تحاول تدرس سيناريو بتاع حل لهذه المساله، لان في مساله تساكر ومساله بتاع التعايش وفي تزاوج بيناتهم وتصاهر. فالمساله بتاعت الحرب ما بتقود للاستقرار، يعني مهما كان انت هزمت صحيح الليل وبكره، لكن لابد ان يكون هناك تفاوض وهناك اتفاق على شكل بتاع التساكر. فدي التحديات الكبيره الموجوده الان. فحتى حميتي اذا هزم الجيش كان في الاول المشتركه في المنطقه لا يستطيع ان يكون موجود، لانه قبل كده كان حصل يعني زمان هو وجوده من الجيش، وكان الجيش الداعم الاساسي هو اللي يمتلك القوة الاساسيه بتاعت التعزيز الاساسي، كان تمتلك القوات المسلحه من طيران لغيره لاجل اسلحه، وكان ميل كفه حميتي في الفتره فاتت، لكن الان الموازين اتغلبت، الان هذه المشتركه تقاتل مشتركه جزء من الجيش، وكل القوات الموجوده تقاتل جزء من الجيش. فالان اصبح حميتي لا تستطيع السيطره على المنطقه، وحتى اذا الجيش سيطر على المنطقه تبقى برضه في اشكاليه، لابد بعدها حتى الناس تقعد بعد ذاك تعمل موضوع بتاع التفاوض لكيفيه التعايش السلمي وكيفيه رضا النسيج الاجتماعي. وانا فكرت دور الجيش حيعمل، انا فكرت الجيش ما يكون عليه هذا المثل، لان الجيش قوي وجيش بتاريخ طويل واكثر من 100 عام ويدرك التحديات الموجوده. نعم وصلت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا سيد إبراهيم عربي الكاتب الصحفي السوداني، كنت معي في هذه الفقرة من برنامج في المنتصف. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.